قصر الوزية الأثري يقع في بلدة الوزية والتي تبعد بحوالي 15 كيلومتر عن مدينة الهفوف. يعتبر هذا القصر أحد القلاع الحربية، قلاع المراقبة الشمالية، والتي تقع على الطريق التجاري الذي يتجه شمال الهفوف إلى ميناء العقير للقادمين والمغادرين إلى العقير. ميناء العقير يبعد عن هذه القلعة بحوالي 100 كيلومتر. طبعاً في هذه القلعة وقعت معركة شهيرة في الأحساء تعرف بيوم ناصر باشا، وقعت بين قوات ناصر باشا وقوات الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي ومعه رجال الأحساء في عام 1291 هجرياً. ذكر ذلك طبعاً المؤرخ محمد بن عبد الله العبد القادر في كتابه تحفة المستفيد. طبعاً منيوا قوات ناصر باشا بهزيمة كبيرة جداً، وعلى إثرها انسحب إلى البصرة. طبعاً هذه القلعة الحربية الصغيرة تتكون من 4 أبراج، كل برج يصعد إليها بدرج. طبعاً في شمال هذه القلعة هناك غرفة صغيرة وأروقة من الجهة الغربية وكذلك الجهة الشرقية. أيضاً هناك بوابتان، بوابة من الجهة الجنوبية وكذلك بوابة من الجهة الشمالية، وأيضاً مدخل سور خارجي، ولكن يعتبر هو المدخل الرئيسي لهذه القلعة. أيضاً في شمال هذه القلعة هناك بئر ماء قديم جداً، كانوا أهالي المنطقة المحيطة بالقصر يتزودون ويستخدمون هذا البئر لفترات طويلة. بناء هذه القلعة من الطين، وكذلك لو نلاحظ السقف استخدمت جذوع النخل في كافة الغرف التي تتكون من هذه القلعة. في هذه القلعة 4 أروقة كانت تستخدم كسراحات الجنود وثكنات الجنود، روعي في تصميمها الإضاءة وكذلك التهوية. هناك أيضاً غرفة في الشمال هذه القلعة خصصت للقائد، قائد المجموعة في هذه القلعة. هذه الأروقة طبعاً معروف موجودة في كافة التصاميم الموجودة في القلاع، القلاع التي تتميز بها القلاع التاريخية التي تتميز بها الأحساء. طبعاً هذه الأبراج تتميز في شكلها بين المزيج بين الشكل المستطيل والدائري. طبعاً هذه الأبراج تستخدم كحماية وأمان وكذلك لإطلاق النار على المعتدين. طبعاً يعني يقع بين كل برج هناك طريق فوق السور تتخلله فتحات تستخدم لإطلاق النار. طبعاً وهذه من مميزات القصور الأثرية غالباً التي تشتهر بها منطقة الأحساء بشكل عام. أهم ما يميز هذه القلعة هو موقعها الاستراتيجي على الدرب السلطاني، الطريق التجاري الذي يربط بين مدينة الهفوف وميناء العقير التاريخي، حيث كانت القوافل التجارية تحمل السلع والبضائع إلى مدينة الهفوف مروراً بهذه القلعة الذي كان يعتبر
ممر تجاري كان يعتبر مصدر أمان لهذه القوافل.